السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا واحد اكزرسيس ثيرموديناميك شيمي اس ام سي 4. هذا الفيديو ما غاديش نديرو غير لا كوريكسيون ديال هذا التمرين فقط، غادي تعرفوا على التطبيق ديال هذا التمرين في الحياه ديالنا، ونحاولوا دائما اي تمرين نحطه في امر الواقع. دونك من الاحسن نفهموا ثيرموديناميك شيمي بالاكزرسيس، اما الكور الا جيت خدمت لكم الكور ما غاديش تفهموا والو، فيها قوه العلاقات وما فيش ليكسبيريونس. السنه الماضيه كنا وضعنا ليكزارسيس ديال الترموشيمي، ليكزارسيس ديال الترموديناميك، هادو هما الفيديوهات لقى واحد النجاح الكبير. للهدف من اي فيديو ونعرف كيفاش نتعامل مع التمرين، نقرا التمرين نفهمه في جميع الحالات. المهم ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. هذا هو ليكزارسيس ديالنا، قالك لو كاربون اكزيست على ليتا سوليسيون دو فاريتي زالوتروبيك برينسيبال كو سون لو كاربون غرافيت لو كاربون ديامون. الكربون قال لك يوجد في الحاله الصلبه دو فاريتي زالوتروبيك. شنو هما هاد الفاريتي زالوتروبيك؟ ما تسمعها ميم كومبوزي اي ديفيرون فورم، نفس الكومبوزي عندنا كربون كربون، ولكن الفورم ديالو الشكل ديالو مختلف. شنو هي هاد لا فاريتي زالوتروبيك ولي ميم كومبوزي اي ديفيرون فورم؟ دو فاريتي هما الكربون غرافيت والكربون ديامون. شوفوا معايا الشكل ديال الكربون غرافيت وكذلك الكربون ديامون. دونك هذا كيتكون اساسا من الكربون وهذا كذلك اساسا من الكربون. الديامون هو الالماس ولكن الشكل ديالهم مختلف. دونك التشكل ديال الالماس راه كيحتاج واحد الضغط اللي كبير بزاف وكذلك درجه الحراره عاليه عكس الكربون غرافيت. وهذا الديامون كيتعتبر من اصلب مواد سلم موس العالمي الاحجار، لقاو الصلابه ديال الديامون هي 10 على 10. الغرافيت ماتيريو تريمو، مواد لينه جدا تقدر تكسر لينا، عكس الديامون ماتيريو تري دور، مواد صلبه جدا. دونك الصلابه ديال الديامون كبيره بزاف على الصلابه ديال الغرافيت. غرافيت كونديكتور دو كورون، موصل للتيار الكهربائي، اما الديامون ايزولون الكتريك، عازل كهربائيا. الغرافيت كوندوي موين مون لا شالور، موصل متوسط للحراره، اما الديامون اكسيلون كوندكتور دو شالور، موصل للحراره بشكل ممتاز. الغرافيت اوباك على ليميير فيزيبل، اوباك غير شفاف للضوء المرئي، اما الديامون ترانسبارون على ليميير فيزيبل، شفاف للضوء المرئي. دونك هادشي غير باش نعرفوا الفرق ما بين الكربون غرافيت والكربون ديامون. السؤال الاول كالكيلي لي فوليوم مولير سيبوزي كونستون دي غرافيت اي دي ديامون، خاص نحسبوا لي فوليوم مولير ديال الكربون ديامون ودال الكربون غرافيت. فورمي جينيرال لو فوليوم مولير اي نوتي في بار او في ام، بحيث في ام كيساوي لو فوليوم على لو نومبر دو مول لا كونتيتي دو ماتيير. هاد في كيكون باللتر الا كان حجم سوليسيون، متر كيوب سيستم انترناسيونال مثلا اللي كان عندنا شي مكعب، وهاد ان لا كونتيتي دو ماتيير بالمول اللي كتساوينا لا ماس على لا ماس مولير، وغو اللي عطاونا في معطيات هي لا ماس فوليميك، غو كتساوي لا ماس على لو فوليم. دونك الا عوضت هاد نومبر دو مول بلا ماس على لا ماس مولير، غيصبح ليا لو فوليم مولير كيساوي لو فوليم فوا لا ماس مولير سير لا ماس. بما ان عطاوني في المعطيات لا ماس فوليميك ولا ماس فوليميك هي لا ماس على لو فوليم، عندي هنايا في في ام الفوليم على لا ماس هي الانفيرس ديال هاد غو هادي، وغيصبح ليا في ام كيساوي لا ماس مولير على غو. لينيتي ديال لا ماس فوليميك تقدر تاخد دابا غرام بار متر كيب ولا غرام فوا سنتيمتر لا بويسونس موان 3 ولا الكيلوغرام بار ديسيمتر كيب ولا كيلوغرام بار لتر ولا طون بار متر كيوب. حنا ما غاديش نمشيو بعيد، لا ماس فوليميك عطاونا بالغرام فوا سنتيمتر بويسونس موان 3، دونك نخليوها بهاد الانيتي لانه ما خدا وحدات صغار. الغرام سنتيمتر كيما ما خداوش كيلوغرام ولا طون، ما غاديش نقولوا ديامون الماس فيه طون ولا فيه كيلوغرام، وحدات اللي هما صغار. لا ماس فوليميك الانيتي ديالها الغرام فوا سنتيمتر على بويسونس موان 3 ولا الغرام بار سنتيمتر كيوب. في المقام طلعتها الفوق دير موان ز، عندنا تحت سنتيمتر كيوب طلعنا الفوق ولي سنتيمتر على بويسونس موان 3. لو فوليم مولير قلنا خرجنا لا ماس مولير على لا ماس فوليميك، لا ماس مولير الوحدة ديالها الغرام بار مول، ولا ماس فوليميك الوحدة ديالها الغرام بار سنتيمتر كيوب. الغرام غيمشي مع الغرام وغادي تبقى ليا لينيتي هي سنتيمتر كيوب باغ مول،
unité de système international mètre cube par mol. Ou j'ai calculé le volume molaire du graphite ou le volume molaire du diamant. La masse molaire du carbone est 12. غادي تشانجي ليا غير هاد لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك ديال الجرافيت كتساوي 2.25، هي عطاو لي في معطيات. ولا ماس فوليميك ديال الكربون ديامون كتساوي 3.52. دونك تطبيق عددي يخرج ليا لو فوليم مولير ديال الجرافيت كيساوي 5.33 سنتيمتر كيوب بار مول، اما لو فوليم مولير ديال الديامون يخرج ليا كيساوي 3.41 سنتيمتر كيوب بار مول. قلنا لينيتي سيستم انترناسيونال متر كيوب بار مول، دونك باش نحول من سنتيمتر كيوب للمتر كيوب كنضرب في 10 اس ناقص 6. هادشي اللي درت هنا. السؤال الثاني، كالكيلي لا فارياسيون دال طالبي لي بالستاندار ا 298 كلفين، ديسكوتي لو ريزولتا اوبتوني. خاصنا نحاسبو لا فارياسيون دال طالبي ليبر اللي هي دلتا جي. بما انهم عطاوني دلتا اش فورماسيون مولير ديال كاربون غرافيت و كاربون ديامون، وكذلك لانتروبي مولير ديال كاربون غرافيت و كاربون ديامون، دونك العلاقه اللي عارف انايا لانتروبي ليبر هي دلتا جي دو رياكسيون كتساوي دلتا اش دو رياكسيون موان تي دلتا اس دو رياكسيون. دلتا اش دو رياكسيون كتساوي هي دلتا اش فورماسيون ديال النواتج موان دلتا اش فورماسيون ديال المتفاعلات. هنايا عطاوني دلتا اش فورماسيون مولير، هذيك اش كنديرها مينيسكيل، هاي مولير، هاد ام كتعني مولير. دلتا اس هي لانتروبي ستاندار دو رياكسيون، ونفس الشيء كتساوي اس ديال النواتج موان اس ديال المتفاعلات، وهاديك اس كنسميوها لانتروبي مولير ستاندار. دونك هنا خاصنا الرياكسيون، الرياكسيون درنا الكربون غرافيت كيعطينا كربون ديامون، بغيتي دير كربون ديامون كيعطيك كربون غرافيت اللي بغيتي. دونك باش نحكمو على هادشي حتى كنشوفو هاديك لا ريزيلت هاديك النتيجة وبعدها نحكمو على الرياكسيون، واش غنديرو الكربون غرافيت غادي يعطينا كربون ديامون ولا الكربون ديامون غيعطينا كربون غرافيت ولا غنديرو ليكيليبر. دونك دلتا اش فورماسيون ديال الديامون، دلتا اش فورماسيون ديال الجرافيت، ولا تروبي مولير ستاندار ديال الديامون ديال الجرافيت، ها هما عطاهم ليا في المعطيات. خاصني نتابع غير لينيتي. دلتا اش دو فورماسيون عطاوها ليا بالكيلو جول مول موانز، اما هاد اس اللي هي لا تروبي مولير ستاندار عطاوها ليا بالجول كيلفين موانز مول موانز. لاحظ كيلو جول جول، يا اما تحول من الكيلو جول الجول يا اما تحول من الجول الكيلو جول. دونك عقلوا معايا، دلتا اش فورماسيون بالكيلو جول، يعني هاد اس هاد انا بغي نحولها بالكيلو جول. دونك من الجول الكيلو جول فاش كنضرب، كنضربو في 10 اس ناقص 3، وعندي هاد لا طومبيراتور بالكيلفين. شوفوا مضروبه في دلتا اس، الكيلفين مع الكيلفين موانز الكيلفين غيمشي. دونك تطبيق عددي دلتا جي غتخرج ليا كتساوي 2.88 كيلو جول مول موانز، لان حولت هاد دلتا اس لكيلو جول، كانت عندي بجول حولتها لجول. بغيتي تحول دلتا اش بالكيلو جول اللي بغيتي. دلتا جي بوزيتيف على حساب لا رياكسيون اللي عطاوك، الا كانت بوزيتيف يعني ان الكربون غرافيت ما غاديش يتحول ليا الكربون ديامون، هادي الا كانت بوزيتيف. الا كانت نيجاتيف كتقول بان الكربون غرافيت غادي يتحول ليا الكربون ديامون. الا كانت كتساوي زيرو راهو ما عندنا بجوج، كاين اللي كيليب عندنا الكربون غرافيت والكربون ديامون. مثلا انت درتي في الرياكسيون كربون ديامون عطانا الكربون غرافيت، غتجي غتلقى دلتا جي نيجاتيف، والا كانت دلتا جي نيجاتيف راه غادي تقول بان الكربون ديامون تحول ليا كربون غرافيت، وفي هذه الحاله راه الكربون غرافيت هو اللي ستابل، هو اللي مستقر، هو اللي عندنا، ما عندناش كربون ديامون، عندنا الكربون غرافيت. الاجابه تقول دلتا جي بوزيتيف، الكربون غرافيت بلي ستابل كو لو كربون ديامون. اخر سؤال قال لك سون كيل بريسيون دو اون اوبيري ا 298 كيلفين بور بريباري دي كربون ديامون ا بارتير دو كربون غرافيت. نتابعوا معايا، قال لك شنو هو الضغط عند درجه الحراره 298 كيلفين اللي غادي يمكننا من تحضير الكربون ديامون من خلال الكربون غرافيت. تحضير الكربون ديامون من خلال الكربون غرافيت، ركزوا على هذه الطومبيراتور ما غاديش تغير. 298 الطومبيراتور في لا ستاندار اللي حسبنا في الاول في السؤال الثاني 298، في هذه الحاله 298، اذا الطومبيراتور كونستون. خصنا نخرجوا بريسيون بي 0 في لا ستاندار 1 اتموسفير، طومبيراتور 298 كيلفين، دلتا جي هي اللي حسبنا في السؤال الثاني. دابا خصنا نقلبوا على هاد بي ان، طومبيراتور تي ان ما كتغيرش، دلتا جي ان
يقال زيرو. علاش انه يقال زيرو؟ الى رجعتو معايا وقريتو التمرين مزيان وفهمتو قلت لكم ركزوا عليه، هذه تحضير الكربون ديامون من خلال كربون غرافيت، يعني في الحاله كاينين بجوج ديتا جي يقال زيرو. فاش كتكون ديتا جي يقال زيرو كيكون ليكيليبر كيكون كربون ديامون كربون غرافيت من خلال الغولاسيون دو ماكسويل دي دو جي كتساوي في دي دو بي موان اس دي دو تي تمبيراتور كونستانت. دونك ديريفي دي شي حاجه كونستانت كتمشي للزيرو، غيبقى لي دي دو جي كتساوي في دي دو بي. اجي ندخلنا الانتيغرال ونجي غندخل الانتيغرال. الى دخلتنا الانتيغرال هذه في راه فاريابل متغير ديتا في راه هي ديال الفوليوم مولار اللي حسبنا في السؤال الاول كتساوي في ديال ديامو مو في ديال غرافيت. تطبيق عدد يخرج لكم دي دو في كتساوي ناقص 1.92 فاصلة راس ناقص 6. الى خرج هاد ديتا دو جي من هاد الانتيغرال هي ديتا جي ان موان ديتا جي زيرو. ديتا جي ان كتساوي زيرو بي ان موان بي زيرو، ونخرج هاد بريسيون بي ان اللي بغيت انايا ونعوض اي حاجة بالقيمة ديالها. هاد بي زيرو عندي بالاتموسفير خاصني نحولها الباسكال سيستم انترناسيونال، من الاتموسفير باسكال كنضرب في 1.13 × 10^5. دونك الى حسبتو غتلقاو بي ان كتساوي 101300.0015 باسكال. كيف قلت لكم في الاول الى بغينا نحضروا الكربون ديامو خاص يكون عندنا واحد الضغط اللي كبير بزاف. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو اللي جاي غادي ندير لكم واحد التمرين اخر بطريقه اخرى. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك لمشاهدة جميع الفيديوهات توجه أسفل هذا الفيديو والضغط على رابط توتلي فيديو. وكذلك ندعوكم للانضمام من المجموعة الجديدة أسود المعرفة على الفيسبوك، وذلك بالضغط على جروب FB.